بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. كل مرة بنتقابل وبنشوف رسالة بنشوفها بقلوبنا وبنسمعها وبنحسها، لأنه يمكن تغير فينا شيء جديد، يمكن تأثر فينا، وده المطلوب، إن احنا نأثر في بعض، نغير من بعض. والنهاردة رسالتنا مهمة جدا جدا: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحالي. طيب كيف يكون الإيمان؟ إزاي ممكن نكون فعلا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ونقول فعلا هذا الشخص مؤمن بالله؟ وإيه مظاهر أو صور الإيمان بالله؟ إزاي ممكن نعبر عن الإيمان بالله في حياتنا؟ فضيلة الشيخ أحمد ممدوح من علماء الأزهر الشريف، هسأله كل الأسئلة دي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. أهلا بيك. السلام عليكم وبركاته أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. طيب بيكون بإيه الإيمان؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كيف وضح معنى الإيمان بالله؟ طيب بداية الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. كيف وضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإيمان وأهمية الإيمان، بل ضرورة الإيمان في حياة المسلم؟ حضرتك صدرت الكلام بكلام التابعي الكبير الحسن البصري رضوان الله عليه. وسيدنا الحسن البصري كان كلام الحسن يشبه كلام الأنبياء. فقال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هو إيه الإيمان؟ لما نحب إن احنا نعرف الإيمان نقول الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعرف الإيمان بأنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان هذا قبة، مظلة، يعني مظلة عالية أعلى من مظلة الإسلام. يعني يأتي الإسلام في المرتبة الأولى، يشترك فيه كل شركاء الجنس البشري الموحدون بالله سبحانه وتعالى. فإذا اشتركوا في هذه القاعدة العظيمة والعريضة، تأتي هنا درجة أعلى ترقيهم حتى يستطيعوا الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة هي درجة الإيمان التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه أركان ستة. هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان. طيب حقيقة الإيمان ثلاثة: أمر متعلق باللسان، وأمر متعلق بالقلب، وأمر متعلق بالجوارح. هي حقيقة الإيمان معناها، يعني فضيلة الشيخ، أنه التعبير الحق عن الإيمان. نعم. يعني أقدر أقول عن نفسي مؤمن إذا اتبعنا الثلاث. بالضبط، دي ترجمة عملية للمؤمن. نعم. ما هو الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، يعني ما تمناش أن أنا أكون مؤمن بالكلام. بالضبط. يعني إيه ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي؟ يعني الإيمان أيها السادة المشاهدون ليس قولا فقط، وليست أماني، ليس قول وليست أماني، وإنما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك زي ما أقول لحضرتك في حقائق ثلاثة لتحقيق الإيمان. الحقيقة الأولى متعلقة باللسان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا من الإيمان، هذا متعلق باللسان. نعم. وتصديق بالجنان، اعتقادي بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا شك فيها على الإطلاق. توحيد، توحيد خالص. نعم. وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو التطبيق الفعلي والعملي للمؤمن الحق. لأن مش كل واحد هيجي يقول أنا داخل في دائرة الإيمان يصدق عليه أنه مؤمن. يعني برضو يعني لمست معنى التحلي، أنه مش كل واحد يتحلى بس يقول أنا. نعم. وشكلي كذا أو أنا بقى، لكن المهم الفعل. نعم. ده صحيح، مش التحلي بس بالكلام. لا طبعا.
الله سبحانه وتعالى كما يقولون حتى في أمثلة أو في على ألسنة العوام رب قلوب. يعني إيه رب قلوب؟ يعني مطلع على القلوب، يعلم ما إذا كان هذا أمر ظاهري أم أن هذه حقيقة وجدانية. ربنا سبحانه وتعالى عارف ويعلم، ولله المثل الأعلى، يعلم سبحانه وتعالى أن هذا الإيمان إيمان وثيق أم أن هذا إيمان ظاهري، هذا الإيمان عن يقين بالله سبحانه وتعالى بما أمر به سبحانه وتعالى أم أن هذا رياء ونفاقا وسمعة. الله عز وجل يعلم ذلك. لذلك كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ في تدريج في تعليم الصحابة رضي الله عنهم إن مراتب الإسلام، الإسلام له مراتب. نعم. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام وهي الأركان الخمسة، ثم كما قلنا تأتي مرتبة أعلى من ذلك ألا وهي مرتبة الإيمان، وهذه الأركان الستة التي قلناها: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. ثم يرتقي الإنسان بعد ذلك إلى قبة الدين ألا وهي مرتبة الإحسان أو درجة الإحسان، إلى أن يصل إلى درجة يكون على يقين أنه يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه. بس مرحلة أعلى رتبة توصل لها إزاي حضرتك؟ رتبة الإحسان أو مرتبة الإحسان لا يمكن أن يتحقق بها إنسان إلا إذا أتم مرتبة الإيمان. نعم. فيتم مرتبة الإيمان العمل في كمال لله سبحانه وتعالى، عمل بالجوارح. الجوارح الحواس تصدق وتطبق على أرض الواقع ما توقن به. يعني إذا كنت أؤمن بوجود ربنا لازم أفعل ده. نعم. بالخيرات مثلا، ده صحيح، بصنع الخيرات. نعم. بأنه أتبع تعليم ديننا بالفعل، يعني ده تطبيق عملي وهي سبيل الفلاح. قال الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولذلك في نداءات كثيرة جدا في القرآن، وسيدنا عبد الله بن مسعود والصحابة كان فهمهم عالي جدا لكلام الله سبحانه وتعالى ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول لك: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك وقلبك، انصت، اهتم، خلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبك انت. طيب، ربنا بيقصدك انت بهذا النداء. اسمح لي فضيلة الشيخ احمد ممدوح بعد الفاصل نعرف نداء ربنا لينا، نداء ومعنى نداء ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين، لان دي حاجه عظيمه قوي. نعم. لما ربنا سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين، يعني ليهم مكانه خاصه جدا مهمه جدا. بعد الفاصل نتعرف اكثر على مكانه المؤمن. فاصل ونعود اليكم.